الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بدوش يكمل شكله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي ثالث مرة ادعوا لي وادعوا لبنتي انه الله ييسر لنا امرنا ويطلع لي لم شمل واقدر اروح على الضفة واشوف بنتي هناك لسه. اسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، توكل على الدرس الرابع عشر. الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. طيب بسم الله نكمل. تخا تخا، ما تطوليش بالهجاء. تخا، لا تخا. تخل تخل، في صوت لللام. ليش؟ لأنه توسط، والتوسط له صوت، له جريان بيني. تخل تخلت تخلت، ملاحظين اني ما شديتش على مخرج اللام. تخل لا لا لا، ارجوكوا الشد معناها تلفظ الحرف الاول والثاني بطلعة واحدة للمخرج فقط لا غير، هاي معناها، وبتعطيها ازمنتها وبتعطيها صفاتها، ولا تشدي ابدا عليها في مخرجها الا اذا كانت شديدة اساسا. قدمت قد قد قدم قدم تو تو على طول تو. قدمت قدمت وصو وصو و بجيب الواو المفتوحة نعم، بس الهمزة الوصل واللام ما بلفظهمش. ليش؟ لأنه همزة الوصل في حال الوسط لا تلفظ، واللام في حال إذا كانت شمسية لا تلفظ لأنها تحولت إلى الحرف اللي بعدها وأدغمت فيه، فاللام تحولت إلى صاد والصاد أدغمت بالصاد. تمام. الباء مقلقلة على وضع الساكن، والحاء حي. تمام. والصب والصب والصبح والصبح. الصاد الأولى إلها زمن، زمن الرخاوة ما ضيعوش. والصو والصب، والصاد مطبقة بأضغط الصوت في الصاد. و والصو صو صب صب حي. تمام. والصبح نفس الشيء. والشمس الهمزة الوصل واللام ايش صار فيهم؟ ايوه ادغموا، الهمزة الوصل سقطت واللام ادغمت فصارت وش وش وش. في مشكلة عند بعض الناس في الشين، لاحظت انه في بعض الناس بطلع الشين صوتها سين، شين على سين، يعني بيجيبوا التفشي وبيجيبوا سين، كيف ما بعرف. اللي بصير انهم بيجيبوا الشين من طرف اللسان وليس من وسط اللسان. انتبهوا، الشين من وسط اللسان. تمام. اذا التفشي لازم يبدأ من هنا لفوق هيك، ما ينزلش لتحت. وش وش. والشمس، واضحة؟ ما بقولش وس وش وش. في ناس بتطلع معاهم هيك، بيجيبوا التفشي من قدام من هنا فبروح بنزل لتحت، كمان بنزلوا لتحت بضرب في الثنايا السفلى بتطلع سين على شين. هي وش والشمس وش وش. إلها صوت؟ ليه؟ إلها صوت وإلها زمن لأنها رخاوة. تمام. والشفعي نفسها، وش والشف والشفعي. عي ما تقولش عي، ما تقوليش عي، ما تطوليهاش عي. سريعة سريعة، الحركة سريعة. والشفعي
والشفعي بالصا 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 نفس الشيء، الالف بالباء ساقطة واللام مدغمة، تمام؟ فحقول بصا بالصا بالصا بالصب، والباء رجعنا للقلقل ب بالصب بالصب غلط، بالصب غلط، بالصب غلط، بالصب بالصبر بالصبر، واضح؟ نعم. وصى نفس الشيء، وصي شايفين الياء؟ ليه؟ لأنه الصاد مفخم كتير، والياء قلنا لكم من الحروف اللي بتبتسمي فيها، لابد من الابتسام فيها عشان تطلع صحيحة. والصيفي والصيفي والصيفي، وإلها زمن، والصيفي إلها زمن، زمن شو؟ زمن الرخاوة. هنا لو وقفنا عليها بصير عندي مدلين مدلين والصيف، هذا في حال الوقف، تمام؟ احنا دائما بنقرأ بحال الوصل. واللي ولا واللي والليل، تمام؟ سهل، ما تشديش بس على اللام، ما تشديش لسانك في اللام، خلي توصل. واللي والليل لي، شايفين كيف الابتسامة؟ ليش؟ لأنه الياء بدها ابتسامة والكسرة بدها ابتسامة تقريبا. والليل، بس اللي عندهم إمالة أرجوك لا تبتسموا كتير، يدوب خفيف. والتيني وين الهمس في التاء؟ طيب راح، أيوة في الهمس والقلقلة، في المشدد ما بنقوله. وتي وتي تي وتيني وتيني تيني، الياء هنا يا مادية، تمام؟ والزيتوني وزا والزي والزيتو والزيتوني ني والزيتوني سجي، وين القلقلة في الجيم؟ هي ساكنة. طيب الأولاني قلنا القلقلة لا تلفظ في المشدد، طيب إيش حنجيب؟ حنجيب بس شدة وجهر فقط. سد جي سد جيل سد جيل سد جي جيل جيل لين لي لين لي لين لي لين سد جيل، تمام؟ سد جين نفس الكلام، سد سكري مخرج الجيم، سد جي سد جين سد جين نون، ملاحظين ولا لا؟ نون سد جين، رجوع هذه الحركة لازم تتعلموها، كيف ترجع إلى الساكن وتضمي تفتحي وترجع إلى الساكن، تكسر وترجع إلى الساكن، هذه مهمة جدا. سد جي نون نون، تمام؟ طيب ارفع ايدي عشان تشوفوا، تمام ان شاء الله واضح. يا منفى منفى، اعيد وازيد غنة الاخفاء، اعيد وازيد غنة الاخفاء على وضعية الساكن،
لما تيجي تعملي الغنة لازم تكوني على وضع الساكن منفى منفى، واضح؟ منفكي كينا منفكينا منفكينا، اللي بقوله منفى غلط، في صوت يختلف، زي كنتم كنتم، دائما دائما بتغلطوا فيها، كنتم، يلا كله مضموم، يلا يلا، لا بينفعش. فإي فإن الج فإن الجنة فإن الجنة، النون الأولى مشددة والنون الثانية مشددة، فلازم تضبطي الغنة هنا نفس الغنة هنا، مش واحدة طويلة واحدة قصيرة، وعشان تضبطي المشدد تقريبا تقريبا بتجيبي لي يا 4 حركات. فإن الجنة، تمام، لحبي لي لحو لحبي لحبي، سريع، لحو لحبي لحبي، ترجع إلى الساكن في الباء، تمام. الخير خيري الخير، لحب الخير لحب الخير، إذا السماء انشقت، تمام. إذا السماء إذا الس إذا الس، ما تشديش على مخرج السين عشان ما يطلع ما يضيعش صفير صفير السين وصوت السين، إذا شديتي على مخرج السين حيصير عندي إيش؟ ضعف في صوت الصفير، ضعف في صوت الصفير. بعدين انتبهوا، في عندي التقاء ساكنين إذا سقطت الألف في الوصل، ليش؟ لالتقاء الساكنين. نعيد القاعدة، العرب لا تجمع بين ساكنين في كلمتين متجاورتين إلا أحدثت في الأول أمر، فإذا كان حرف مد إيش عملت فيه؟ تسقط، أسقطته. وإذا كان حرف عادي حتى ولو كان تنوين تحركه، يا إما بكسر يا إما بضم يا إما بفتح، هذه قاعدة انتبهوا لها. إذا السا، بعدين همزة الوصل طبعا ساقطة لأنه وصلنا، واللام ساقطة لأنها أدغمت في السين، تمام، تحولت إلى السين وبعدين دخلت في السين، فصارت إذا س إذا س إذا س إذا السماء إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت، انتبهوا انشا، رجعت عشان أعطي غنة الإخفاء إلى وضع الساكن. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت، وضحت؟ تمام. ما الطارق ما طارق النجم الثاقب الثاقب، ما الطارق النجم الثاقب، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس،
الخناسي. تمام، هذه كملتها بسرعة عشان ما فيش وقت. تمام، نسأل الله التوفيق. من شري شري، هذه مرققة انت قولها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.